جماعه على حاجه اسمها الانرجي اند بوتنشال. الفكره كلها دلوقتي ان السيستم اللي احنا شغالين عليه ده اسمه الكتروستاتيك سيستم. ليه الكتروستاتيك سيستم؟ عشان في شحنات والكتريك فيلد وبتاع. لو سيستم التاني اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله في الماجنتيك بنسميه الكترو ماجنتيك سيستم، يعني لان في شحنات وماجنتيك فيلد والكلام. الالكتروستاتيك سيستم يعني في الكتريك فيلد، الالكتريك فيلد دايما بيتحرك من الفولت العالي للفولت القليل. معنى كده ان السيستم بتاعي في نقط هيبقى فيه ما بينها وما بين بعض فرق جهد، في بوتنشال ديفرنس ما بين النقط. عايزين نعرف ازاي نحسب البوتنشال ديفرنس ده. حاجه ثانيه، بما ان في الكتريك فيلد يعني في شحنات، يعني في اتراكشن وريبولشن فورسز ما بين الشحنات وبعضها، يعني في انرجي ستورد في السيستم. فاحنا هنبقى عاوزين نعرف الانرجي ستورد في السيستم بكام، عايزين نحسبها، ده رقم واحد. ورقم اثنين عايزين نحسب البوتنشال ديفرنس ما بين النقط وبعضها، وعاوزين نحسب كمان الابسوليوت بوتنشال بتاع النقط بكام. يعني ايه الابسوليوت بوتنشال؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك ان فرق الجهد ما بين نقطه A و B ب 10 فولت مثلا، يعني هل انا عارف الجهد بتاع النقطه A لوحده بكام او B لوحده بكام؟ ممكن B تبقى بصفر و A تبقى ب 10، ممكن B تبقى بخمسة و A تبقى ب 15، B تبقى ب 1000 و A تبقى ب 1010، في الاخر فرق الجهد 10 فولت. لكن A بكام لوحدها؟ ما اعرفش. B بكام لوحدها؟ ما اعرفش. بكام لوحدها دي بنسميه الابسوليوت فولتج، يعني الجهد بتاع النقطه لوحده بكام؟ ده احنا عايزين برضو نحسبه. وكمان عايزين نحسب البوتنشال ديفرنس، فرق الجهد ما بين نقطتين. تعالى كده نبدا بسيستم عباره عن الكتريك فيلد، ده الدايركشن بتاع الكتريك فيلد، الخطوط الزرقاء، وعندي فيه نقطه تايهه في الفراغ كده بوينت تشارج كيو. طبعا بما ان في بوينت تشارج وفي الكتريك فيلد بياكت عليها، يعني هيحصل عليها فورس، في فورس هتاكت على الشحنه دي وهتحاول انها ايه؟ تحركها. قيمه الفورس بتاعه الالكتريك فيلد هي قيمه الشحنه في الالكتريك فيلد. والله لو كانت الشحنه بتاعتك دي موجبه يبقى اتجاه القوه هو نفس اتجاه الالكتريك فيلد، وده احنا عارفينه. لو الشحنه موجبه بتتحرك مع الالكتريك فيلد. لو كانت الشحنه سالبه هتطلع اشاره سالب، فيبقى اتجاه الفورس عكس اتجاه الالكتريك فيلد، يعني تحرك في الناحيه الثانيه. طب حضرتك لو عاوز تحرك الشحنه دي في اتجاه عكس الالكتريك فيلد، قال لك والله يبقى تابلاي عليها فورس، فورس ابلايد تبقى عكس اتجاه الفورس بتاعت مين؟ بتاعت الالكتريك فيلد، يعني هتبقى قيمتها نيجاتيف كيو في اي. بس دي اقل فورس حضرتك ممكن انك تحرك بيها الشحنه، صح؟ لانها يا دوب تقريبا هي نفس الفورس بتاعت مين؟ بتاعت الالكتريك فيلد. لو حطيت فورس اعلى من كده هتبدا ان الشحنه بتاعتك تتحرك وتعمل اللي انت عاوزه، تحركها في الاتجاهات اللي انت عاوزها. فبالنسبه لنا الفورس اللي انت المفروض تحرك بيها الشحنه اقل قيمه ليها، اقل قيمه ليها تبقى عكس الفورس بتاعت الالكتريك فيلد، يعني نيجاتيف كيو اي. صح؟ قلت لي لحد هنا تمام. طب احنا عاوزين دلوقتي نحسب الورك او الشغل اللي هبذله علشان احرك البوينت تشارج، تمام ولا مش معانا؟ عايز اعرف الورك اللي انا هبذله علشان احرك الشحنه بتاعتي ما بين نقطتين، ما بين نقطه بي واي. قال لك الورك اللي حضرتك هتبذله علشان تحرك الشحنه ما بين تو بوينتس اي وبي هيبقى ورك اي بي هيساوي نيجاتيف كيو انتجريشن اي دوت ال دي. اللي جه منين القانون ده؟ احنا عارفين كلنا زمان كده ان الورك على جنب كده، الورك كان بيساوي ايه؟ تكامل الفورس في مين؟ في الديستنس، صح؟ الكلام ده خدناه في الفيزيكس زمان. فالفورس بتاعتك هي مين؟ هي الفورس اللي انا بابلاي بيها، الفورس اللي انا بحرك بيها الشحنه، اللي هي نيجاتيف كيو في اي. فعشان كده الكيو طلعت بره. وايه اللي بيخرفش ده؟ ايه يا عم؟ فالنيجاتيف كيو طلعت بره، بره الانتجريشن تكامل اي دوت ال دي ال، صح؟ قلت لي تمام. يبقى حضرتك دلوقتي لو عاوز تحسب الشغل اللي انا هبذله علشان انقل بوينت تشارج ما بين نقطتين اي وبي، يبقى نيجاتيف كيو انتجريشن اي دوت ال دي ال من النقطه بي للنقطه اي. دايما يا جماعه الرمز الثاني ده اللي انا بادئ منه، يعني انا خارج من النقطه بي ورايح للنقطه اي، من النقطه بي للنقطه اي، فبيبقى ورك اي بي. تمام. عندنا ثلاثة كيسز للورك ده، يا اما انه هيطلع بوزيتيف، يا اما انه هيطلع نيجاتيف، يا اما انه هيطلع زيرو. ايه الثلاثه كيسز بتوعنا دول بقى؟ خلاص مش عايز دي، تمناش في حاجه دي. الثلاثه كيسز بتوعنا لو طلع بوزيتيف يعني سعادتك اللي عملت الشغل ده، يعني الورك دان باي اف ابلايد، يعني حضرتك عملت الشغل بالفورس اللي انت بذلتها. لو طلع معاك نيجاتيف ده معناه ان السيستم هو اللي بذل الشغل، يعني بالفورس بتاعت الالكتريك فيلد. لو طلع معايا زيرو حاجه من الاثنين، لو طلع معايا زيرو حاجه من الاثنين، رقم واحد ان الدي ال يبقى عمودي على اتجاه الالكتريك فيلد. حضرتك دلوقتي لو كان ده الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد وانا البوينت تشارج بتاعتي اهي،
لو انا جيت والنقطه دي حركتها عمودي على الالكتريك فيلد بالمنظر ده، ده كان اتجاه الحركه. هل حضرتك هنا المفروض انك محتاج انك تبذل شغل علشان تحرك البوينت تشارج ديت؟ لا، السبب سيبك من الدوت برودكت ده دلوقتي فيزيكالي، لا. ليه لا؟ لان انا دلوقتي علشان ببذل شغل، انا ببذل شغل عشان كان في الكتريك فيلد عاوز يمشي الشحنه الناحيه الثانيه، فانا لازم ابذل مجهود شويه علشان ايه؟ الاقي تاثير الكتريك فيلد احرك الشحنه في اتجاه عكس الاتجاه بتاعه. لكن هنا وانت بتحرك عمودي على الكتريك فيلد، الكتريك فيلد اصلا ما بيذلش شغل، ما فيش مقاومه من الكتريك فيلد انها تاكت على البوينت تشارج بتاعتك. فوانت بتحرك الشحنه عمود على الكتريك فيلد، اكن الكتريك فيلد اصلا مش موجود، فهو ما بيذلش اي حاجه اصلا، ما فيش فورس بياكت بيها على الكيو. علشان كده التكامل بتاعك او الورك دون اللي انت محتاجه علشان تبذله على الشحنه في الحاله دي مش هيبقى موجود، لان مفيش الكتريك فيلد افكت بالنسبه لك، مفيش افكت ليه. او رياضيا يعني لو حضرتك اتحركت في مسار عمودي على الكتريك فيلد الدوت برودكت هيطلع بصفر. الحاجه الثانيه ان حضرتك تتحرك في مسار مغلق، انك تاخد كلوزد باث. لو خدت كلوزد باث يعني مثلا دي كانت A ودي كانت B، ورحت من A من A لB وبعد كده رجعت من B لA، في الحاله دي الورك دون هيبقى بصفر لسبب بسيط قوي. وانت رايح هتلاقي نفسك مثلا يعني ماشي عكس اتجاه الالكتريك فيلد في الدايركشن ده، فانت بتبذل شغل بالموجب. وانت راجع هتلاقيك ماشي مع الاتجاه بتاع الالكتريك فيلد، فهتلاقي ان الالكتريك فيلد هو اللي بيبذل الشغل، هو اللي بيحرك الشحن، انت مش تبذل اي حاجه، فهتلاقي ان الموجب بيطير السالب في الاخر، هتلاقي ان مفيش ورك دون على السيستم بتاعك. طيب ده كده بالنسبه للورك دون علشان البوينت تشارج ما بين نقطتين في سيستم في الكتريك فيلد. تعالى بقى نتكلم على البوتنشال ديفرنس، فرق الجهد. الراجل قال لك والله البوتنشال ديفرنس ما بين نقطتين هو الورك اللي حضرتك بتبذله علشان تنقل بوينت تشارج مقدارها بوزيتيف 1 كولوم. يعني هو نفس الاكسبريشن ده بالظبط بس على شحنه مقدارها بوزيتيف 1 كولوم. يعني البوتنشال ديفرنس ما بين A و B هو الورك على الشحنه اللي هو الاكسبريشن ده. الاكسبريشن ده بالنسبه لنا مهم جدا. فحضرتك دلوقتي لو عاوز تجيب البوتنشال ديفرنس ما بين تو بوينتس A و B، كل اللي هتعمله انك هتكامل نيجاتيف انتجريشن، تتحرك من النقطه B وتروح للنقطه A على الالكتريك فيلد دوت المسار اللي حضرتك هتمشيه. بس عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي، ان الانرجي او البوتنشال doesn't depend على الباث، ما بتعتمدش على الباث، مش فارقه معاها انت هتاخد انهي باث. امشي في اي مسار، امشي ستريت ما بين النقطتين، امشي مثلا كده وصل للنقطه الثانيه، امشي كده 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 وصل للنقطه، براحتك مش هتفرق خالص، كل المسارات لازم تطلع نفس النتيجه في الاخر. طيب جميل، دلوقتي ده الاكسبريشن بتاع البوتنشال ديفرنس ما بين نقطتين، خلاص عرفناه وهو الورك بير يونت بوزيتيف تشارج قيمتها واحد. طب انا دلوقتي تعالى بقى نطبق على تو سيستمز كده كنا عارفينهم. لو انا عندي بوينت تشارج، عندي شحنه كيو وعندي ادي نقطتين A و B، كل واحده منهم بتبعد عن البوينت تشارج مسافه ار اي وار بي، تمام. انا عايز اجيب دلوقتي البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين دول نتيجه الالكتريك فيلد اللي خارج من البوينت تشارج. طيب هو نتيجه الالكتريك فيلد اللي خارج من البوينت تشارج، البوينت تشارج بتخرج اي عباره عن كيو على 4 باي ابسلون نود ار سكوير في اتجاه الاي ار، صح؟ قلت لي تمام. هو ايه الفيزيكال مينينج للبوتنشال ديفرنس في السيستم ده؟ بوتنشال ديفرنس لان الالكتريك فيلد عند النقطه A مش هيبقى هو نفس الالكتريك فيلد عند النقطه B. الالكتريك فيلد دايما بيتحرك من نقطه لجهدها اعلى لنقطه لجهدها اقل. يعني قصدي فين الورك بقى اللي انا هبذله عشان احرك شحنه؟ ما انت الورك اللي انت هتنزله عشان تحرك شحنه مقدارها بوزيتيف 1 كولوم، يعني عندي شحنه بوزيتيف 1 كولوم عايز احركها من النقطه B للنقطه A، هو ده البوتنشال ديفرنس. ده الالكتريك فيلد بتاع البوينت تشارج، يبقى البوينت تشارج دي بتخرج الكتريك فيلد في الدايركشنز ديت. انا عاوز اجيب بقى الورك اللي انا هبذله عشان احرك شحنه مقدارها بوزيتيف 1 كولوم من بي ل A اللي هو البوتنشال ديفرنس. يعني كل اللي هنعمله هخش في القانون بتاع في اي بي واعوض عن الالكتريك فيلد بالاكسبريشن بتاعها. يعني هيبقى الفي اي بي يساوي نيجاتيف تكامل من ار بي ل ار اي، خد الاكسبريشن بتاع الاي وعوض بيه. طبعا بما ان هنا دوت برودكت لازم الدي ال يكون في نفس اتجاه مين؟ في نفس اتجاه الاي، صح كده؟ يعني هيبقى كيو على 4 باي ابسلون نود ار سكوير في الدي ار. تقول لي معلش هو انا لازم المسار بتاعي يبقى في اتجاه الاي ار؟ سيبك من القانون،
انا ممكن اتحرك كده صح من بي لايه في الدايركشن ده؟ هل الدايركشن ده في اتجاه الاي ار؟ لا لا مش في اتجاه الاي ار على فكره. بس الفكره كلها في ايه؟ اعتبر ان ده الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد بالمنظر ده، وادي النقطتين بتوعي نقطه بي ونقطه اي. انا هتخيل ان انا هتحرك في الاتجاه ده مثلا يعني، وهاخد مسار تاني المسار ده مره كده ومره كده، ممكن المسار الاسود وممكن المسار الازرق صح؟ ابتدي تمام. المسار الاسود ده انت في الاخر حللته الاثنين كومبوننتس على فكره، واحد كده وواحد كده. مبدئيا العمود على الالكتريك فيلد ده ما بيعملش اي حاجه صح؟ يهمك مين؟ المسار اللي في انهي دايركشن؟ في الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد. يبقى انا في الاخر انا اشتغلت في مسارين، واحد دايركت واحد يعني مباشر كده ما بين التو بوينتس، وواحد افقي ومره او مره هوريزونتال ومره فيرتيكال. لقيت في الاخر ان الفيرتيكال ده كده كده هيطير، فاي مسار حضرتك هتاخده اي مسار كده بقى تلف نص دايره اي مسار هتلاقيه في الاخر بيتحلل اتنين كومبوننتس، واحده في اتجاه الاي وواحده عمودي عليها. العمود عليها ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني دايما هو اتجاه الاي بيزد على الدوت برودكت ده. ده الفيزيكال مينينج بتاعها. المهم يبقى انا في الاخر اخش في التكامل ده هكامل واحد على ار سكوير، واحد على ار سكوير هيديني سالب واحد على ار صح؟ مع السالب اللي بره يديني واحد على ار، يعني كيو على 4 باي ابسلون نود واحد على ار من ار بي لار اي. يعني في الاخر هتطلع كيو على 4 باي ابسلون نود واحد على ار اي ناقص واحد على ار بي. ده كده البوتنشال ديفرنس ما بين نقطتين ان كيس ان السيستم بتاع سعادتك فيه بوينت تشارج. طب افرض كان السيستم فيه اتنين بوينت تشارجز، انا ما عنديش شحنه واحده بس، انا عندي كمان شحنه ثانيه ولا اي حاجه خالص، هعمل سوبر بوزيشن. فاكرين في كولوم لما كان بيبقى عندي بوينت تشارج ولاين وسيرفيس كنت بحسب الالكتريك فيلد نتيجه البوينت زائد الالكتريك فيلد نتيجه اللاين زائد الالكتريك فيلد نتيجه السيرفيس. نفس الفكره هنا، هحسب البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين دول نتيجه البوينت تشارج الاولى، واخش على البوينت تشارج الثانيه احسب لها القانون بتاعها، الثالثه الرابعه الخامسه، في الاخر اجمعهم كلهم السوبر بوزيشن بتاعها. ايه ايه سمعني ده ايه 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 فيكتور هو الفي اي بي الفي اي بي ده فيكتور لا بس كده بس خلاص الانفينيت لاين الانفينيت لاين بيبقى ليه رو ال ده لاين ممتد من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه وعندي تو بوينتس برضو اي وبي وعاوز اجيب البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين تلي نفس الفكره الالكتريك فيلد بتاع اللاين ده لو تفتكروا يعني هو رو ال على 2 باي ابسلون نود ار في اتجاه الاي ار صح كده تمام هاخد الاكسبريشن ده واخش بيه عشان اجيب فرق الجهد بين نقطتين يعني هيبقى في اي بي يساوي نيجاتيف تكامل رو ال على 2 باي ابسلون نود ار ولازم برضو في اتجاه مين في اتجاه الدي ار ليميتس بتاعتك حضرتك هتتحرك من النقطه بي لحد النقطة A لأنك هتكمل على الدي ار. حضرتك لو كملت واحد على ار هيديك لين صح؟ يبقى نيجاتيف رو ال على 2 باي ابسلون نود لين ار من ار بي لحد ار اي. طبعا هيديك لين مع السالب في الاخر يعني فاينلي رو ال على 2 باي ابسلون نود لين ار بي على ار اي وشلت السالب اللي بره. ده كده الاكسبريشن بتاع البوتنشال ديفرنس ما بين نقطتين ان كيس ان انت عندك انفينيت لاين. طبعا لو انا عندي اي شكل تاني بقى مش هتفرق، اهم حاجه اجيب مين؟ الاي. جبت الاي ده القانون اللي انا بحسب بيه البوتنشال ديفرنس، تقدر تعمل اللي انت عاوزه. قلت لي ده كده كلام كويس. اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده ده البوتنشال ديفرنس. اقعد يا عم خليك. ده البوتنشال ديفرنس. عايزين بقى نتكلم على الابسوليوت بوتنشال اللي هو جهد النقطه لوحدها ايه بكام، ايه لوحدها دي جهدها بكام، بي لوحدها لو انا عاوز اعرف جهدها اجيبه ازاي. فاحنا عايزين نتكلم على الابسوليوت بوتنشال.
تقدر تحفظ ده تقدر تحفظ تقعد يوم على طول. لا لا لو جالك مش لازم تثبته. حد معاه منديل بتاع دي زي الزفت. منديل ايه؟ دلوقتي بالنسبه للابسوليوت بوتنشال الفولتج في اي بي ما بين النقطتين احنا اتفقنا ان هو نيجاتيف انتجريشن من البي للاي على الاي دوت الدي ال. في اي بي اللي هو في اي ناقص في بي فرق الجهد بوتنشال ديفرنس. يعني حضرتك لو عاوز الجهد بتاع النقطه اي هيساوي الجهد بتاع النقطه بي وديها الناحيه الثانيه ناقص التكامل. لو النقطه دي بالنسبه لي كانت هي الريفرنس يعني كان الفولت بتاعها معلوم. لان لازم على فكره لما اجي اقول لك جهد بتاع النقطه مثلا ب 10 لازم يبقى فيه ريفرنس انت باني عليه. العشرة دي بالنسبه لمين؟ المفروض بالنسبه للريفرنس كام؟ زيرو يعني. يعني لما اقول لك جهد النقطه دي 10 فانت فاهم ان الريفرنس بتاعي هو زيرو يعني. فلازم يكون في نقطه انت باني عليها، في ريفرنس بوينت انت باني عليها. فلو كانت النقطه بي هي الريفرنس يبقى في الحاله دي جهد النقطه ايه هو الفولت بتاع الريفرنس ناقص تكامل هتتحرك من الريفرنس وتروح للبوينت ايه على اي دوت الدي ال. ده كده بالنسبه لي البوتنشال بتاع بوينت ايه بيزد على ان انا عارف ريفرنس بوينت. بالنسبه لنا احنا في العالم بتاعنا اللي احنا عايشين فيه مفيش حاجه اسمها ابسوليوت زيرو فولت، ما عندناش الزيرو فولت ده ولا موجود في مكان على الارض يعني، هو موجود في الملا نهايه. الزيرو الابسوليوت زيرو ده مش موجود عندنا خالص. فلو كانت النقطه بتاعتك دي ات انفينيتي، لو موجوده في انفينيتي في الحاله دي يبقى البوتنشال بتاعها زيرو فعلا. يبقى لو الريفرنس بتاعي تيكن ات انفينيتي يبقى البوتنشال بتاعك بصفر. في الحاله دي يبقى الفولتج بتاع النقطه ايه هو زيرو خلاص، لان الفولت بتاع الريفرنس هيبقى زيرو اللي في انفينيتي ده، ناقص هتحرك من انفينيتي واروح للنقطه ايه اي دوت الدي ال. يبقى حضرتك معاك دلوقتي قانونين، والقانون دول في غايه الاهميه. اول قانون منهم بيقول لك ده جهد النقطه ايه بيزد على ريفرنس بوينت انت عارفها وهتتحرك منها وتروح للنقطه ايه. الثاني بيزد على ان الريفرنس بتاعي موجود عند انفينيتي، يبقى الفولتج بتاع بوينت ايه سالب هتحرك من انفينيتي واروح للبوينت اللي انا عاوز احسب عندها على اي دوت الدي ال. تعالى كده علشان في حاجه هنا تهمنا. القانون بالنسبه للبوينت تشارج اللي احنا جبناه من شويه كان في اي ناقص في بي يساوي الاكسبريشن ده صح؟ كان بيساوي الحته دي. يبقى في اي ودي الفي بي الناحيه الثانيه يساوي كل الكلام ده. لو الريفرنس بتاعي عند انفينيتي، لو الريفرنس بتاعي ات انفينيتي في الحاله دي يبقى في بي بكام؟ بزيرو صح؟ يبقى في بي بزيرو ويبقى ار بي بكام؟ بانفينيتي، ما النقطه عند انفينيتي يبقى ار بي بانفينيتي. في الحاله دي الفولتج بتاع النقطه ايه هيبقى كيو على 4 باي ايبسلون نود في المسافه بتاعت ايه. القانون ده مهم جدا. القانون ده هو عباره عن البوتنشال بتاع بوينت ايه، الابسوليوت بوتنشال بتاع بوينت ايه نتيجه بوينت تشارج، والريفرنس فين؟ ات انفينيتي. ها الريفرنس ات انفينيتي. طيب زي ما عملنا في كولوم، زي ما عملنا في كولوم، فاكرين كولوم كان بيقول لك ان القانون بتاع البوينت تشارج كيو على 4 باي ايبسلون نود ار سكوير صح؟ عممناه، قلنا بقى لو اي شكل اي تشارج ديستريبيوشن كنا بنعمل ايه؟ حته اليمنت صح؟ دي ال او دي اس او دي في وتفكها وتجيب الفيكتور ار وتخش في التكامل وتكامل وتستخدم السيمتري صح؟ نفس الفكره بالظبط. القانون ده بيقول لي ده الفولت بتاع نقطه نتيجه بوينت تشارج والريفرنس ات انفينيتي. طب لو انا عندي اي شكل؟ قال لك في الحاله دي هنستخدم القانون بس في الديفرنشال فورم، هيبقى الدي في يساوي دي كيو على 4 باي ابسلون نود ار.
دي كيو حضرتك بتاخد حته من من الحاجه اللي انت عاوز تحسب عندها. لو مثلا دي ال او لو حته سيرفيس هتاخد منها حته دي اس، لو فوليوم هتاخد منه حته دي في، والدي ال او الدي اس او الدي في طبعا بنفكهم بالكوردينتس اللي انت شغال عليها، والار هو المسافه ما بين النقطه اللي انت بتاخدها على التشارج بتاعتك وما بين مين، وما بين النقطه اللي انت عاوز تحسب عندها. بس الار هنا طبعا انا مش هحط لك عليها فيكتور لان في الاخر هو رقم، الار هنا ماجنيتيود، فانت براحتك تاخد الفيكتور زي ما انت عاوز، عايز تاخده في الاتجاه ده وتاخده في الاتجاه ده، حضرتك في الاخر هتجيب له ايه؟ ماجنيتيود. فمش فارق معانا الدايركشن بكام، هناك كان بيفرق معانا في الالكتريك فيلد عشان كنت بتجيب اليونت فيكتور صح كده، لكن هنا مش فارق معانا. فحضرتك بتجيب الدي كيو اللي هي رو ال دي ال او رو اس دي اس او رو في دي في، وتفك بقى الرو ال او الدي ال او الدي اس او الدي في بالكوردينتس بتاعتها، وبتجيب الار اللي هي المسافه ما بين الديفرنشال اليمنت وبين النقطه اللي انت عاوز تحسب عندها. بعد كده بتنتجريت، بس ما فيش حاجه اسمها هنا يوزل سيمتريا لان الراجل ده سكيلر، فما فيش اتجاهات هتطير بعض. البوتنشال ده رقم سكيلر، ده رقم مش فيكتور، فما فيش تماثل ولا حاجه. تعال نبص على المساله السهله دي ونشوف بنمشي فيها ازاي، او اي اثبات يعني عموما بنمشي فيه ازاي. بيقول لك انت معاك ديسك، الديسك ده الراديوس بتاعه بايه وليه رو اس، وفي عندي نقطه هنا فوق الديسك عند 0 فاي وزد، وعاوز احسب البوتنشال بتاعها بكام. طيب ماشي، عشان نحسب البوتنشال بتاعها بكام اتفقت معاك اي شكل، هنرجع للقانون بتاعنا بس في الديفرنشال فورم. يعني هنا هنيجي وهناخد حته اليمنت صغير حته دي اس، الكوردينتس بتاعتها هتبقى زيرو، هتبقى رو وفاي وليها زد بزيرو لانها موجوده في الاكس واي بلين. حضرتك بتجيب الار، يبقى الدي كيو هتبقى عباره عن رو اس دي اس اللي هي هتبقى رو اس، ودي اس طبعا حضرتك هتفكها من الفورمولا شيت، هتبقى رو دي رو دي فاي، رو دي رو دي فاي. بعد ما جبت الدي كيو هتجيب الار، براحتك يا عم خلي السهم بتاعه كده في الاخر، انا بس عشان افهمك بس يعني مين ناقص مين، لكن في الاخر انا بجيب له الماجنتيود فمش هتفرق يعني. يبقى صفر ناقص رو هيديك سالب رو في اتجاه الاي رو، وطبعا زائد زد في اتجاه الاي زد. انا مش عايز الفيكتور خالص، انا عايز الماجنتيود بتاعه، هيبقى روت رو سكوير بلس زد سكوير. تمام خلاص، انا دلوقتي معايا الدي كيو ومعايا الار، اخش وعوض بيهم في الاكسبريشن بتاعي، يبقى دي في يساوي دي كيو اللي هي رو اس رو دي رو دي فاي على 4 باي ابسلون نوت في الار في روت رو سكوير بلس زد سكوير. تمام، فاضل بس ان انا كامل على الاريا بتاعه الديسك كله. يبقى البوتنشال بتاعي هيبقى عباره عن بوتنشال عند النقطه بي، اي حاجه مش هتكملها طلعها بره زي ما اتفقنا، انا بكمل بس بالنسبه للرو للفاي، يبقى رو اس بره على 4 باي ابسلون نوت، دبل انتجريشن لرو دي رو دي فاي على روت رو سكوير بلس زد سكوير. هتكمل الرو من صفر لحد ايه، ومن الفاي والفاي من صفر لحد 2 باي. طبعا لو كملت الدي فاي هتطلع على طول 2 باي، فهيبقى بتساوي رو اس على 2 ابسلون نود، لان 2 باي مع 4 باي هتطلع 2 على طول. هيبقى إيه لك تكامل من صفر ل A لرو دي رو على روت رو سكوير بلس زد سكوير. طبعا التكامل ده سهل ما فيش فيه مشكله، هيطلع معاك رو اس على 2 ابسلون نود. انا هخلي فيه بره 2 او نص، هخلي فيه هنا نص عشان يبقى فيه هنا 2 عشان يبقى تفاضل اللي فوق موجود براه يعني. فزود الباور واحد واقسم على الباور الجديد، لو قسمت على الباور الجديد هيبقى 2 في رو سكوير بلس زد سكوير من صفر لحد ايه؟ تو ذا باور هاف. ده التكامل بتاعنا. لا مفيش نيجاتيف. في نيجاتيف؟ لا مفيش نيجاتيف. لان سالب نص زائد واحد هيديك نص، تقسم عليها هتطلع لك 2. فهيديك رو اس على 2 ابسلون نوت، طبعا 2 هتروح مع النص، عوض بقى بالابر ناقص اللور، عوض بالاي فهيديك روت اي سكوير بلس زد سكوير ناقص، عوض بالصفر فهيديك ناقص زد. ده كده البوتنشال
ده كده البوتنشال بتاع النقطه بي نتيجه الديسك اللي عندك. اي شكل بقى يدولك، اي شكل خلقه ربنا، يديك رينج، يديك ديسك بس خدنا منه ديسك صغير اللي حلناه قبل كده زمان في كولوم، وات ايفر الشكل ايه، في الاخر الاثبات مش هيتغير. وميزه البوتنشال انه مفيش فيكتور زي الالكتريك فيلد كده رخم بقى ونشوف السيمتري وده ده هيطير ده كده لكن هنا هيضعفوا بعض، مفيش كلام ده خلاص، لان في الاخر البوتنشال ده سكيلر يعني. فدي ميزته يعني. هي بالظبط، بس التكامل هنا هيبقى من ال بي، من الراديوس الصغير للراديوس الكبير، لانه هيبقى مسح حته من جوه. بس التكامل بس هو اللي يفرق معاك، من ال بي، من الراديوس الصغير للراديوس الكبير بس، خلاص. نعم. المفروض، بس ما بيبقاش ابسوليوت زيرو، ده رقم صغير بس مش زيرو. طيب بص معايا كده، المساله الاولى في الشيت بيقول لك الاكسبريشن بتاع الالكتريك فيلد في الثلاثه دايركشنز او اي اكس اي واي اي زد، قال لك ان البوتنشال بتاع النقطه بي اللي هي 1 1 1 ب 10 تبقى هي دي الريفرنس. اول ما يقول لي فولت بنقطه بكذا يبقى هي دي الريفرنس اللي انا لازم ابقى ملتزم بيها. اوعى حضرتك يديك ريفرنس في المساله وتروح تشتغل ريفرنس ات انفينيتي مثلا، لا المساله كلها كده هتبقى غلط. فلو اداك ريفرنس يبقى انت ملتزم انك تتحرك من الريفرنس ده. وقال لك ان انا عندي نقطه ثانيه اسمها كيو 3 و3 و3، وقال لك انا عايزك تحسب لي النقطه دي البوتنشال بتاعها بكام. طيب انا دلوقتي عارف ان الفولتج بتاع النقطه كيو، بس لازم اتحرك من النقطه بي ناقص تكامل من بي لكيو على اي دوت الدي ال، ده اللي انا عارفه بما ان البي هي الريفرنس. طيب الفي بي معايا ب 10 مفيش فيه مشكله، الاي الاكسبريشن بتاعه معايا، انا هاخد الاي دلوقتي واعمل دوت برودكت مع الدي ال، الدي ال هتاخده في انهي اتجاه؟ لازم في الثلاثه، هتاخد الكومبوننت بتاعت الاكس تضربها في الاكس، الكومبوننت بتاعت الواي تضربها في الواي، وبتاعت الزد تضربها في الزد، صح؟ قلت لي تمام. تعالى ناخد بس التكامل ده الاول على جنب كده عشان نشتغل عليه. هيبقى عباره عن تكامل اكس دي اكس زائد تكامل 4 زد دي واي زائد تكامل 4 واي دي زد. الكومبوننت بتاعت الدي ال اللي هي دي اكس ضربتها في الكومبوننت اللي في اتجاه الاكس فبقت اكس دي اكس، والدي واي ضربتها في 4 زد اي واي فبقت بالمنظر ده، وهكذا الدي زد ضربت في الاكسبريشن بتاع الاي زد. لحد هنا تمام؟ تمام. حضرتك هتكمل هنا على الاكس من 1 ل 3، تحرك من النقطه بي للنقطه كيو يبقى الاكس من 1 ل 3، والواي برده من 1 ل 3، والزد برده من 1 ل 3. تمام؟ لحد هنا زي الفل. اتفقنا ان احنا دلوقتي هنتحرك من نقطه لنقطه، يبقى في مسار سعادتك هتاخده. همشي على مسار، هل المسار هيفرق؟ قلنا مش هيفرق، يبقى انت هتختار لك المسار السهل لسبب.
اول تكامل ده سهل اكس دي اكس هكامل بالنسبه لاكس واكس سهله. لكن هنا انت هتكامل بالنسبه لواي بس ايه في زد، وهنا هتكامل بالنسبه لزد بس في واي. ده هيعتمد على المسار اللي سعادتك هتاخده، لان المسار اللي انت هتاخده اكيد ممكن الواي تبقى فانكشن في اكس، وممكن الزد تبقى فانكشن في اكس وواي، ممكن الثلاثه يبقوا ايه فانكشن في بعض. فانت تختار المسار السهل علشان تعرف تعمل الثلاث تكاملات دول. ايه المسار السهل اللي احنا هناخده؟ مبدئيا كده انا هتحرك بالاكس من 1 ل 3 الاول، لكن الواي هتفضل بواحد والزد هتفضل بواحد. فيها مشكله؟ انت المفروض بتغير الثلاثة كاردينتس الاكس والواي والزد. انا هغير واحد واحد، هغير الاكس الاول من 1 ل 3 واثبت الواي والزد لسه ما غيرتهمش. عادي ولا ده ما يتعملش؟ يتعمل صح؟ الاكس الاول اغيرها، بعد كده اغير الواي، وبعد كده اطلع للزد، فعادي مفيش فيها مشكله. طيب دلوقتي بالمنظر اللي انت هتعمله ده، اول مسار هتاخده ده، اول مسار هتاخده، هل الدي واي والدي زد بارقام ولا بصفر؟ او يعني في فاريشن في الواي والزد ولا بزيرو؟ نو فاريشنز في الواي والزد. وبالتالي الثلاث تكاملات دول على المسار الاول ده هيطلعوا مين بس؟ اول تكامل. يبقى انت هنا هتشتغل على اول تكامل بس اللي هو اكس دي اكس من 1 ل 3، اللي هو هيطلع اكس سكوير على 2 من 1 ل 3 هيطلع معاك ب 4. طيب جميل كده، انت غيرت الاكس، غير الواي بقى. يبقى المسار اللي بعده هغير الواي، الواي هغيرها من 1 ل 3، الاكس بكام؟ 3 ولا 1؟ 3. الزد بكام؟ 1. لسه ما اتغيرتش. انا هنا خلاص غيرت الاكس يا جماعه، اتحركت من اكس بواحد لاكس بثلاثه، فبقت الاكس بثلاثه خلاص، لكن الزد انا لسه ما غيرتهاش، فالزد ستيل بواحد. طيب هنا ثلاث تكاملات دول على المسار الثاني ده، هل هيبقى فيه دي اكس؟ لا خلاص الاكس ثابت. هل في دي زد؟ لا انا لسه ما غيرتش الزد، يبقى التكامل ده بس، يبقى تكامل 4 زد دي واي من 1 ل 3. الزد بتاعت سعادتك بكام؟ 1. لسه ما اتغيرتش، يبقى 4 واي هتطلع معاك 4 في 3 ناقص 1 هيطلع ب 8. اخر مسار خالص اغير الزد بقى، يبقى الزد بتاعتك هغيرها من 1 ل 3، الاكس ب 3، الواي كمان بكام؟ ب 3. الواي اتغيرت خلاص. يبقى الثلاث تكاملات دول مفيش دي اكس ومفيش دي واي، لكن في دي زد. والواي بكام؟ والواي ب 3. يبقى تكامل 4 في 3 دي زد من 1 ل 3، يعني هيطلع 12، 3 ناقص 1 يعني هيطلع 24. خلاص بعد ما جبت الثلاث تكاملات حضرتك دلوقتي من حقك انك تعوض عن الفاليو بتاعتهم. الفاليو بتاعتهم 4 زائد 8 زائد 24 يعني 36، يعني الراجل ده كله تشيله وتحط مكانه 36، والفي بي كان ب 10 هيطلع ان الفولت بتاع النقطه سالب 26 فولت. الفكره كلها انك تاخد المسار السهل. في واحد كان ممكن يقول لي ايه؟ انا هتحرك من النقطه ديت للنقطه ديت بستريت لاين، النقطه الاولانيه هي والثانيه هي، هتحرك ما بينهم بستريت لاين. الستريت لاين ده طبعا هيبقى في 3 دي صح؟ فانت هات الايكويشن بقى في 3 دي، وهات الزد فانكشن في واي عشان تعوض بيها، وهات الواي فانكشن في زد عشان تعوض بيها، هيطلع صح طبعا. طبعا هيطلع صح، بس هتصعب الدنيا على نفسك شويه. لكن هنا انا اخترت مسار سهل ان انا اغير الاكس الاول، بعد كده اغير الواي، بعد كده اطلع للزد بتاعت النقطه. مين اللي كونستنت؟ الزد. هتحط الزد بكام؟ الزد هتحطها بكام؟ الزد المفروض هتتغير من 1 ل 3، غيرتها ولا ما غيرتهاش؟ ولا هتتغير معاك وانت بتغير الواي؟ مش تفرق، انا ممكن ابدا لك بالزد وبعد كده الواي وبعد كده الاكس. انا ممكن ابدا بدي، ممكن ابدا بدي عادي جدا، بس هتحط هنا في التكامل بتاعها الواي بكام؟ بواحد، لان الواي لسه ما اتغيرتش. بعد كده هتخش هنا الاكس هتبقى بواحد برضو لانها لسه ما اتغيرتش، لكن الزد هتبقى بكام؟ بتلاته. تخش في التكامل اللي بعده كده كده الاكس مش فانكشن في حاجه، لازم هيطلع نفس الرقم لازم.
طبعا ثلاث تكاملات مش انت مشيت في ثلاث مسارات عشان توصل ما بين النقطتين. ده كده بالنسبه للمساله دي. زي ما قلت لك خد الباص اللي انت عاوزه، ممكن تغير اكس واي زد بالترتيب او ممكن تغير زد واي اكس او واي اكس زد او واي زد اكس براحتك، لازم هيطلعوا نفس الارقام في الاخر، بس تبقى عارف مين يتغير ومين ما اتغيرش عشان تحط الاكس بكامل زد بكام في التكاملات والكلام ده، او انك تجيب اللاين في 3 دي وتجيب الايكويشن بتاعته وتعوض برضه صح. هيبقى الدي ال واحده في اتجاه الرو، واحده في اتجاه الفاي، واحده في اتجاه الزد. شوف الرو اتغيرت من كام لكام، الفاي اتغيرت من كام لكام، الزد اتغيرت من كام لكام. ايه الفانكشن يعني اعوض من كام لكام؟ هو مفيش ديك اتنين سلندرز وبيقول لك ان السلندر الاولانيه الراديوس بتاعها ب 2 سنتي ومديك الرو اس بتاعتها، والسلندر الثانيه الراديوس بتاعها ب 6 ومديك الرو اس بتاعتها كمان، وبيقول لك ان الفولتج بصفر عند ريديوس باربعة، يبقى هي دي الريفرنس. يبقى الريفرنس بتاعي عند ريديوس باربعة الفولتج بتاعه بزيرو. عاوز ايه؟ بيقول لك احسب لي الفولت عند ار بخمسة وعند ار بسبعة. طالما اداك ريفرنس، طالما اداك ريفرنس عند نقطة معينة او عند مكان معين، يبقى حضرتك غصب عنك هتستخدم القانون ده ان الفولتج عند اي نقطة انا عاوزها هو الفولتج بتاع الريفرنس ناقص تكامل هتحرك من الريفرنس للنقطة بتاعتي. لازم طالما اداني الريفرنس عند نقطة. طيب دلوقتي انا عايز اجيب الفولت عند ار بخمسة يعني ما بين 2 و 6 في الريجون دي، وعاوز اجيب عند ار بسبعة يعني بره السلندر الكبيرة خالص، يبقى انا لازم اعرف الالكتريك فيلد في الريجونز ديت بكام. لازم اجيب اكسبريشنز للالكتريك فيلد. عشان اجيب اكسبريشنز للالكتريك فيلد هنرجع لمين بقى؟ هنرجع لجاوس. يبقى اشتغل رقم واحد عند ار اقل من 2 سنتي بالمره. لو الار بتاعتي اقل من 2 سنتي يعني انا هنا جوه كده، لو خدت سطح جاوس هل جواه شحنات؟ لا. يبقى الالكتريك فيلد في الريجون الاولانيه بصفر. الريجون الثانيه لو الار اكبر من 2 واقل من 6، لو الار من 2 ل 6، لو حضرتك خدت جاوس في الريجون ديت يبقى دي في 2 باي ار ال مساحه جاوس هتساوي، طبعا جاوس في الحاله دي هيحتوي على الاسطوانه الصغيره بس، يعني هيبقى رو اس 1 في 2 باي 0.02 في ال ال الراديوس بتاع الاسطوانه الصغيره 2 سنتي او 2 من 100. طبعا هتلاقي ال راح مع ال، وحضرتك عوض بقى بالرو اس بالرقم بتاعها اللي هو 6 نانو، هيطلع معاك ان الالكتريك فيلد في الريجون الثانيه عباره عن 13.56 على ار في اتجاه الاي ار. ده كده الاكسبريشن بتاع الالكتريك فيلد في الريجون ما بين 2 و 6. ناخد الريجون اللي بره خالص، لو الار اكبر من 6 يا نعم ايه؟ مين اللي بيسأل؟ مين بيسأل؟ انا حطيتها على طول عوض، يعني دي بعد ما تجيبها ومقسمها على ابسلون هتطلع على طول الرقم. لو كوأكسيال كوندكتر او كوأكسيال سلندر، كوأكسيال سلندر، ودي انا قلتها المرة اللي فاتت لان الاثنين مع بعض بيشتغلوا كانهم مكثف، لان كوندكتور وكوندكتور وما بينهم هواء عزل يعني في الاخر، فالاثنين اكنهم كاباسيتور، فيبقى كيو بوزيتيف كيو. لو الار اكبر من 6 حضرتك لو خدت جاوس بره خالص هنا هتلاقيه بيحتوي على الشحنه بتاعه الاسطوانه الصغيره والاسطوانه الكبيره، يبقى دي في 2 باي ار ال هيساوي رو اس 1 في 2 باي 0.02 في ال زائد رو اس 2 في 2 باي 0.06 ال، مساحه الاسطوانه الصغيره ومساحه الاسطوانه الكبيره. طبعا الالات هتطير، عوض بقى عن رو اس 1 ورو اس 2
واقسم على ايبسلون نود عشان تجيب الالكتريك فيلد من الدي، هتلاقيه بيطلع معاك 27.12 على ار في اتجاه الاي ار. ده كده الالكتريك فيلد في الريجون الريجون الثالث. تيلي زي الفل. فاضل دلوقتي ان احنا نجيب البوتنشال بتاع النقطه اللي احنا عاوزينها. انا اول حاجه عاوز اجيب البوتنشال عند ار بخمسة. ركز معايا، ار بخمسة دي واقعه في انهي ريجون من الثلاثه؟ الريجون الثانيه. يبقى انا هشتغل على الريجون الثانيه. يبقى في عند ار بخمسة هيساوي الفولت عند ار بأربعة، لان هو ده مين؟ هو ده الريفرنس، ناقص تكامل. هتحرك من أربعة واروح لخمسة على انهي الكتريك فيلد؟ على ده. يبقى على 13.56 على ار دي ار. طبعا الفولتج عند ار بأربعة هو الراجل كان قايل ان كان قايل لي ان هو ريفرنس وبصفر، يعني ده بزيرو مش موجود معايا، يعني هيطلع معاك سالب 13.56 لين 5 على 4. ده كده البوتنشال بتاع النقطة اللي انت عاوزها. النقطة الثانية اللي هي النقطة اللي عند ريديوس بسبعة، ريديوس بسبعة ده في انهي ريجون؟ ثالث. قلت لي يبقى البوتنشال عند ريديوس بسبعة هيساوي البوتنشال عند ريديوس بأربعة ناقص تكامل من أربعة لسبعة على اي دي ال. طيب انهي اي؟ نتحرك من 4 ل 7. من 4 ل 7 هتلاقي نفسك حته منها هنا صح؟ وحته منها هنا. يبقى حضرتك لازم تقسم التكامل. يعني التكامل ده هيبقى عباره عن، طبعا دي صفر مالناش دعوه بيها خلاص، نيجاتيف تكامل من 4 ل 6 على الالكتريك فيلد الثاني زائد تكامل من 6 ل 7 على الالكتريك فيلد الثالث. طبعا كنت بتعمله دي في الرياضه. الكلام ده كان ساعات بيتعمل في الرياضه انك تقسم التكامل يعني. فهنا لازم التكامل بتاعي يتقسم لان انا الريجنز بتاعتي مختلفه. خلاص عوض في كل واحد بالالكتريك فيلد بتاعه. يبقى نيجاتيف الاولاني ده هيبقى تكامل من 4 ل 6 على 13.56 على ار دي ار، ناقص تكامل من 6 ل 7 على 27.12 على ار دي ار. هيطلع معاك في الاخر سالب 13.56 لين 6 على 4 ناقص 27.12 لين 7 على 6. عوض بقى بالارقام دي تقدر تجيب البوتنشال بتاع النقطه اللي الريديوس بتاعها ب 7. طبعا هتلاقي ان الشابتر بتاع البوتنشال والانرجي ده مينلي معتمد في مسائل، يعني انك تبقى فاكر جاوس كويس وتعرف تطبقه كويس، لانك لو مش بتعرف تطبق جاوس كويس مش هتعرف تجيب الالكتريك فيلد، مش هتعرف تكمل المساله اصلا. فهي ماده الفيلد كده، هتلاقي ان الشابترز معتمد على اللي قبلها يعني. بص ده اكس وده واي وده زد. النقطه 1 1 1 اعتبر انها هنا، و3 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 اعتبر انها هنا. اول حاجه غيرت الانرجي ستورد. بص يا جماعه اتفقت معاك ان انا لو عندي سيستم فيه شحنات في طاقه مختزنه في السيستم بتبقى على هيئه اتراكشن وريبولشن فورسز. يعني انا مثلا، يعني مثلا انا معايا اربع شحنات بس هجيبهم واحطهم على البورد بالترتيب. هجيب الاول شحنه كيو واحد، شحنه كيو واحد جبتها اول واحده، هل بذلت شغل عشان اجيبها من انفينيتي لحد البورد؟ لا، لان ما كانش فيه لسه شحنات فما كانش فيه الكتريك فيلد. طب لما اجيب الشحنه كيو 2 هبذل شغل صح؟ عشان فيه الكتريك فيلد خارج من مين؟ خارج من واحد. طب لما اجيب 3 هبذل شغل اكبر عشان فيه 2، كيو 1 وكيو 2. لما اجيب الشحنه الرابعه هيبقى في عندي الثلاثه دول كانوا موجودين بيخرجوا الكتريك فيلد، فانا هبذل شغل برضو على الكيو 4. فنتيجه الشغل اللي حضرتك بذلته او الشغل اللي انت بذلته على السيستم ده، لما تيجي تبص على السيستم بالمنظر ده والشحنات ثابته كده انت مثبتها، كل واحده مثبتها في مكانها مثلا، يعني في انرجي ستورد جوه. الانرجي ستورد دي هتبان لو حضرتك خليت الشحنات دي تتحرك لوحدها بقى، يعني تشيل الحاجه اللي انت مثبتها بيها، هتلاقي بقى في تنافر وتجاذب وحركه بتحصل عندك في السيستم. هي دي الانرجي ستورد في السيستم بتاعي. عاوزين نحسبها. بنقسم السيستم لحاجتين، يا اما انه يبقى ديسكريت يا اما انه يبقى كونتينوس. يا ديسكريت يا كونتينوس. ديسكريت يعني ايه؟ يعني الشحنات ايه؟
بتتعد 1 2 3 4 بوينت تشارجز يعني. القانون بتاعي بيقول ان الانرجي ستورد في السيستم بتاع سعادتك في الحاله دي هيبقى نص سميشن من اول واحده لاخر واحده على كيو اي في اي. يعني لو جينا مثلا نعتبر السيستم اللي عباره عن اربع شحنات ده هيبقى عباره عن نص في كيو 1 في 1 زائد كيو 2 في 2 زائد كيو 3 في 3 زائد كيو 4 في 4. ده كده الانرجي ستورد في السيستم بتاعك نتيجه الاربع شحنات. الكيوهات معروفه، مين الفيهات؟ الفولتج في واحد ده هو الفولتج بتاع النقطه دي نتيجه الثلاثه بوينت تشارجز التانيين. هو الفولتج بتاع النقطه دي نتيجه الثلاثه بوينت تشارجز التانيين. يعني لو جينا نفك في واحد ده، قانون بتاع البوينت تشارج بقى اللي انا كتبته قبل كده على البورد كان في الاول خالص هناك كده، هيبقى كيو 2 على 4 باي ابسلون ار. تعالى نعتبر ان المسافة دي R1 4 R1 3 R1 2 R1 2 زائد نتيجة الشحنة الثالثة 4 باي إبسلون نود R1 3 زائد نتيجة الشحنة الرابعة على 4 باي إبسلون نود R1 4. يبقى البوتنشال V1 ده البوتنشال بتاع النقطة دي نتيجة الثلاث شحنات التانيين، فاستخدمت القانون بتاع البوينت تشارج على الثلاث شحنات المتبقيين. طب لو أنا عاوز أجيب V2، يبقى الفولتج بتاع V2 هيبقى نتيجة مين ومين ومين؟ واحد وثلاثة واربعة. طب V3 يبقى نتيجة واحد واثنين واربعة. V4 هيبقى نتيجة واحد واثنين وثلاثة. ده كده البوتنشال بتاع كل نقطة هيبقى عبارة عن ايه. حضرتك بقى تحسب V1 و V2 و V3 و V4، تعوض في الاكسبريشن، هتجيب الانرجي ستورد في الاخر بالجول. لو كان السيستم بقى مش ديسكريت، كان كونتينيوس، يعني عندي شحنات متوزعة على فوليوم، الانرجي ستورد في الفوليوم هي عباره عن التكامل اللي انا كاتبه ده بنكامل على الحجم نص ابسلون نود في الالكتريك فيلد ماجنتيود الالكتريك فيلد سكوير دي في. ده هيبقى التكامل بتاعنا عشان نجيب الانرجي ستورد. الكلام ده هنطبق عليه ان شاء الله المره الجايه بمساله ومسالتين، لكن النهارده هنوقف لحد كده. النهارده المره الجايه باذن الرحمن يعني هناخد مساله او اتنين على ديت بلس خش في الجزء الجديد.